مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. شاركت نور ستار ستوريهات من بعد اختفائها، عبرت من خلالها عن اشتياقها لمتابعينها، وصرحت انها عم بتصور فيديو جديد لقناتها على يوتيوب من خلال ستوري ظهرت فيه مع روان. وهلا خلينا نرجع نكمل تصوير فيديو اليوم، لانه عم نصور فيديو كتير حلو، كتير كتير بجنن. لايفوتكم يس رقبوك، ما في احكي اكثر لانه حاعطيكم الفكره. اما لانا محمد فاثارت الجدل بمشاركتها لها الاسطوري اللي صرحت من خلاله انها شاركت فيديو تيك توك جديد كان على اغنيه السلاوي الجديده، وعلقت بي انا بحب اللي يتحداني. فامبارحة شاركت ستوري باركت من خلاله للسلاوي بمناسبة طرحه للأغنية الجديدة، ولكن السلاوي اتجاهل لانا وما رد على ستوريهاتها، مما دفع الجمهور واللي من بينهم جمهور قمر الطائي من السخرية منها. فرجعت صورت فيديو تيك توك على الأغنية ونشرتها على الستوري وحطت تاج للسلاوي، بس هالمرة رد عليها السلاوي ونشر ستوري لها على صفحته وعلق بي لانا وحط قلب احمر. فشو رايكم باللي عملته لانا؟ شاركوني رايكم تحت بخانه التعليقات. So guys، مثل ما شايفين انا مبدله لبسي وماسحه مكياج وتركت بس الماسكارا. الفكره وما فيها انه انا بس لبست ومكياج، صار لي ساعتين عم اتمكياج والبس عشان اصور بس فيديو تيك توك وانزلكم ستوري عشان تعرفوا يا جماعه. اذا حسيت احساس بس انه في حد عم يتحداني، يعني خلص انا عادي اقضي وقتي مشان هيك يعني اتسلى، لانه غيرت لبسي عشان اروح على الجيم، صار لي أكثر من 5 أيام ورايحة. أما أحمد أبو الرب فرجع من جديد ليتفاعل على السوشيال ميديا، وتفاجأ من بعد غيابه لمدة 4 أيام من إشاعات كثيرة زعم فيها البعض عن تواجده بالسجن، ومن بينها إشاعات دخوله للسجن بسبب نارين بيوتي نظرا للخلاف اللي بينهم. فنشر البعض إشاعات أنها رفعت عليه قضية، وطبعا أحمد نفى كل هالأخبار الخاطئة من خلال هالستوريهات.